أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رغبة العراق بإقامة شراكة حقيقية مع الكويت في مختلف المجالات. الحلبوسي وفي مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في بغداد العاصمة لفت الانتباه إلى أن الاجتماعات بحثت تفعيل اللجان المشتركة ومخرجات مؤتمر الكويت لدعم العراق وتعزيز التجارة المشتركة وفتح منطقة حرة بين البلدين. أن تكون هنالك شراكات حقيقية في جوانب عدة، منها الجانب الاقتصادي الذي ينعكس بشكل إيجابي على كلا الشعبين. أيضا تحدثنا وتم الحديث بشكل موسع عن العمل المشترك على مستوى العمل البرلماني وتعزيز العلاقات ما بين البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي وتفعيل لجان الصداقة المشتركة ولجان الأخوة المشتركة. تم التطرق إلى مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت برعاية سمو الأمير الذي لطالما يحرص مشكورا على دعم العراق وإسناد العراق طيلة السنوات الماضية. هنالك أمور عالقة طيلة السنوات السابقة يجب أن يتم حلها بشكل لا يؤثر على سيادة العراق ولا يؤثر على سيادة الكويت. هذه الملفات إن تركت للزمن ستكون نقطة خلاف دائمة، لا يوجد خلاف ما بين العراق والكويت. نحن نتطلع إلى علاقة متينة وطي صفحة الماضي المؤلم لأشقائنا الكويتيين، وأن نكون إيجابيين في التعامل مع الملفات بشكل واقعي ويلامس مصلحة كلا الشعبين. تحدثنا على تفعيل التجارة المشتركة. العراق والكويت في منطقة جغرافية مهمة لكل العالم، فبالإمكان تفعيل تجارة مشتركة سواء كانت تتعلق بالمناطق الحرة وضرورة إنشاء مناطق حرة ما بين الحدود العراقية الكويتية لتكون ممراً ما بين دول الخليج ودول أوروبا بشكل عام عن طريق تفعيل السكك الحديد وتفعيل كثير من هذه المشاريع.